لف لفة كاملة يكون عندي. لو كان ليك أي مشكلة معايا بلاش أحمد تكون تعرفني. لو عايشني بجد نسمع منك حكايتك بالتفصيل. في قضية رأي عام يعني مش عايزين الموضوع يطول. اللي خرجتي مش هتشوفي ابنك تاني أبدا. اوعى تفتكر ان كل مرة كنت بتخدني فيها ما كنتش بعرف. الحاجة الوحيدة اللي بتصبرك على موت الناس اللي بتحبهم انك تفضل شايل ذكرياتهم الحلوة جواك. كفاية بقى حرقتني.